ده وبعدين هتعلم ازاي ينام فانوس جبوة يعمل لك بالقلم انت كده دوية نص دوية طحها بعد ذلك كنت دوية جاب كذا حتة بقى مع بعضيهم والزام على الورقة دي فيعملها هنا ايه عملها النص ده ويلزقها ويحطها على بعضي كده تمام حطهم كلهم جنب بعضهم لا فكرته حلوة ده هيعمل في النص شكله حلو أكيد بص هيعملوا ازاي بقى لازم الطرف بتاعه وعشان نمسك في الناحية التانية وجاب البلاستيك كده اللي هو اللميع بلف عليه من تحت ده بجد فكرته حلوة كل سنة طيبين رمضان على الأبواب خلاص ايه طالع من شغل كده ده عشان الزام من تحت بقى من تحت ايه بس هعمله ازاي الزا الحتة دي اعمل اهو الزام من تحت اهو انا بجد الحقيقة استميته وبيلزقه اهو اللميع كمان لو لزق اللميع عشان يخليه شكله حلو لا فكرته حلوة بجد ويعلقه من هنا بقى حاجات بسيطة بس شكلها حلو وعلقه كده كل سنة طيبين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.